فتوى، بيبقاش عايز يعرف إذا كان صح ولا غلط، لا بيبقى عايز يسمع اللي نفسه فيه. فاهمين؟ والله. طب هو مين اللي قال يعني ان اللي نفسه فيه ده لازم يبقى غلط يعني يا شيخ صادق؟ النفس دايما أمارة بالسوء يا سميح. نفس ايه اللي أمارة بالسوء؟ طب انا هضرب لكم مثل يا اخوان. فرضا يعني فرضا في شهر رمضان الكريم، واحد في عز ما هو صايم لقي نفسه تعبان تعبان مش قادر، مجهد كده ومش عارف ياخد نفسه وقام فطر، يبقى كده نفسه أمارة بالسوء؟ وانت هتكون احن عليه من ربه اللي خلقه. ربنا سبحانه وتعالى اداله رخصه انه يفطر لو كان تعبان او مش قادر. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر، وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وان تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. يا أخوانا الصايم ده بيمنع نفسه عن المحرمات وعن الحلال اللي بتقوده إليه الشهوات، كده بيحس إن هو عزيز كريم، بيخليه يحس بأدميته بتميزه عن الحيوانات اللي بتسعى وراء الشهوة والرغبات. الصيام بيعلم الإنسان التواضع، بيعلمه خفض الجناح، بيعلمه لين الطابع، وبكده الإنسان يقدر يسمو بقدره، يعلو بيه، وبكده تتفتح له أبواب الخير وبيستقيم به الطريق. كلام كبير قوي على دماغ الناس ده يا شيخ صادق. ده كلام كبير قوي على عقول الناس يا شيخ صادق اللي انت عمال تقوله لهم ده. في حد منكم يا اخوانا فاهم حاجه من اللي الراجل ده بيقوله؟ ما تردوا عليا كده، في حد فاهم حاجه؟ انا دكتور سميح. يا اخوانا مش كده، احنا في بيت ربنا، اللي بيحصل ده ما يصحش. ما يصحش. تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم يا شيخ صادق. الله يهديك يا شيخ صادق. بقول لكم يا اخوانا انا ماشي، سلام عليكم.